ومثل ما وعد جاسم المدقدق وفى بوعده وصارت بغداد صنطة الذب الأبرة يم السدة تسمعها بالعلاوي. وفجأة سمعوا صوت هز بغداد كلها. وينك جاسم المدقدق؟ وينك جبان؟ وينك؟ يلا تعال إذا بيك خير. وفجأة طلع لهم حنش صاعد على ما طور أمزة عيوني ما أدري منين جايبه. ولكم هذا يغلط علي يقول لي جبان؟ وبدت مطاردة بين حنش وجاسم المدقدق. وبين وبينكم حنش كنا تورطوا يا جاسم المدقدق، وشلون راح يفلت منه الله اللي يعلم. ودخل حنش بنفق السعدون. أنا مو المدقدق، إذا خليك تطلع النفق. نشوف يا المدقدق. وطلع حنش من نفق السعدون، بس اللي ما قدر يطلع هو جاسم وعصابته. شوفوا شغلكم وياهم. يلا بسرعة، رشوا.